موضوعنا عنوانه انظروا الكلاب احنا مش بس هننظر ده احنا هنقابلهم شاول الملك الاسرائيلي كان اطول واحد في شعب اسرائيل من فين لفين من كتفه فما فوق جليات حسب المقاسات المذكوره قد شاول مرتين يعني اي حد تاني جنبه لا وجود له مش موجود وليست فقط هذه المعجزه الخلقيه ربنا خلقه كده ما عرفش أمه ولدته كيف لكن كان عنده معجزه يعني عزيمه في نفسه من صغره لما شاف نفسه عملاق بهذه الدرجه فمن صغره كان عنده الامل انه يكسر شعب اسرائيل دول عداء من زمان خالص جليات كان شايل على سلاح سلاحه ده وزن سلاحه كان شايل ما يزن ثلاث رجاله في وجود دماغه شايل ورا رجليه الدرع ده بس راجل الدرع الحرشه فيه ده وزن راجل غير المرزاق والسلاح اللي هو التغطيه بتاع رجليه والخوذه حاجات من راجلين ثلاثه حسب وزن الراجل يعني فراى في نفسه انه موهوب من الهه طبعا ديجون ده ولا اي اله من الهاته انه خلاه بالجبروت ده فما ما كدبش خبر ومن صغره راجل حرب راجل حرب منذ صباه ومرعب لزملائه الفلسطينيين لغاية لما كبر وكمل النمو ما عرفش سنه كام وقتها مثلا خمسة 25 30 أي حاجة سن الرجولة يعني وعملاق منظر رهيب جدا وحدث أنه اقترح هذا الاختراع على الملك بتاع الفلسطينيين قال له إيه رأيك نقترح إن أنا أكون في الأواخر كده ما كانش في الأول في الجيش أكون في الأواخر وأطلع من الأواخر وان اكون مندوب عن الفلسطينيين واقول اختاروا لي واحد راجل من عندكم نتحارب لو انا كسبته هم يبقوا عبيد لنا لو هو كسبنا يبقى انتوا يا فلسطينيين تكونوا عبيد الاسرائيليين الفكر طبعا راقد جدا لملك الفلسطينيين مين مين حيتجاسر جاب الراجل ده ودارت الاحداث و جليات ما كانش واخد باله ان داوود ده موجود ولا عارف حاجه عنه خالص ولا متصور ان اسرائيل واله اسرائيل دول ليهم يعني حل في المشكله. تقدم وما كانش مفاجاه. شعب اسرائيل بما فيهم اطول واحد اللي هو الملك عملوا ايه؟ هربوا شافوه هربوا هربوا. ايه ما فيش راجل فيكم؟ ما في هو في قدامه حد كله هرب. أنا عيرت إله إسرائيل وشعب إسرائيل هذا اليوم عيرتهم بيهربوا من الكلام مش داخلين حرب بيهربوا من الكلام تاني يوم الصبح أنا يلا نعملها مرة تانية كام يوم في الشغلة دي أربعين يوم أربعين يوم كملة الأربعين يوم دي وبعدين يس حصل له لك في دماغه على اولاده كان عنده ثلاث اولاد في الحرب فقال لداود الواد الصغير بتاع الغنم ده فقال له سيب الغنمات مع حارس او انت تصرف وروح ايه شوف اخواتك وتعالى بس ادينا علامه انهم كويسين راح داود هناك وخد الجبن بالظبط وخد العيش بالظبط وخد الفريك وراح هناك وقدم لاخواته لاخواته الرئيس الالف اداله افتكر عشر قطعات من الجبن وبعدين فوجئ بصوت ايه كانه ميكروفون هو ما عندوش ميكروفون في كانش وقت في ميكروفونات وبص لقى واحد ايه طبعا حجمه ما هموش قوي حجمه بس همه جدا كلامه قاعد يسمع الاب يعير اسرائيل واله اسرائيل ايه ده؟ ده مجنون ايه ده؟, ده مخبول ايه ده؟ حد يعير اله اسرائيل اله اسرائيل اللي عبر شعبه في بحر سوف ده ايه ده من يتجاسر ان يقول هذا مين المجنون ده واخر صغيرة رهيبة جدا ما قدرش يسكت عبر عن نفسه وعرف ان في مكافأة للي هيقتل يقتل الراجل ده وقعد يطلب في المكافأة هو مش عايز المكافأة هو مش عايز يتجوز بيت الملك لكن هو عايز يحاربه فقعد يزن 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 اخوه وطبخه وحضرتكم عارفين القصه في الاخر وخدوه للملك قالوا له في واحد عايز يحاربه بصوا لي الملك قال ما تقدرش يا ابني ما اولا انت فتى انت صغير قوي فتى دي يعني ايه؟ يعني عمره 15 16 غالبا تين ايجر يعني وهو راجل حرب منذ صباه وولد راجل وما تنفعش ولو انهزمت انت ما كلنا هنبقى عبيد ما مش هنقدر نرسلك يعني نشوف لنا راجل كده ما فيش راجل في الشعب فحب يطمن الملك قال له ان حصل لعبدك انا كنت برع الغنم حكايه خاصه كده قوي قالها داوود اسر ودب هجموا على غنم خدوا غنماية ما قدرتش استحمل وجريت وقتلت الاسر والدب وقتلته من دجنه قصه خرافيه لكنها واضح انها حقيقه فعبدك هي ربنا اللي اداني الاسد ده الفلسطيني ده ده بيعاير الأسرين الأسد الاسر ما عايروش يدهوني ما كانش في وضع تاني او احتمال تاني او حل تاني عند شال قال روح فوصل داوود للفلسطيني بغير سلاح الا السلاح اللي ربنا قال له عليه ايه السلاح اللي ربنا قال له عليه؟ اقلاع خمس زلطات وعصايا لكن الحتة اللي آثارت انتباه جليات إيه إنه يعني له بعصاية عملت له الحقيقة إيه يعني تأمل ساخر في ذهنه ما قدرش يفهمه خالص من كتر ما صعبت على نفسه ما قالوش انت جاي لي قاله قال له جاي بايه؟ حد فاكر؟ بعصي شاف العصية عشر عصيات مثلا عصي مش عصيتين عصي يعني مجموع ثلاثة أو أكثر هو أنا كلب النجالي بعصي تضربني عشان أمشي لو حطينا الكلاب الطبيعية هنا تبقى أنت مستواك دون الكلاب يا جليات لأنك تطاولت على إله إسرائيل مش فوق الكلاب لا 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 خالص يا أحبائي في بشر أقول لكم بكل صراحة أوطى من الكلاب وأوطى من الحيوانات وأوطى من كل خليقة الله ودول اللي هيروحوا جهنم على طول مين اللي هيروح جهنم وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح فين في بحيرة النار والكبريت هل سفر الحياة ده خاص بالكلاب ولا بالبشر بالبشر بس بالبشر بس ما فيش كلب سيهلك ولا قط ستهلك ولا حيوان سيهلك دي كلها لخدمة الإنسان والخليقة ستعتق لتخدم الإنسان في الملكوت مش هيروحوا جهنم مين راح جهنم البني آدم الخلق على صورة الله ليه لأنه لم يقبل أن يخضع لله لم يقبل أن يكرم الله لم يقبل ان يتعبد لله يا جليات للاسف انت النهارده 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 تاريخه ايه ده تاريخه وقت الحرب في ذلك اليوم النهارده اول ما هتشوف هذا الفتى الاشقر الحلو العينين ده اللي اسمه داوود وتهزقه وهو يرد عليك بعد الكلام ده بالظبط بخمس دقائق تقريبا معرفش خمسه اربعه سته هتلاقي بغير ما تحس خالص خالص ولا حتى تلحق ترفع سيفك هو كان معلق رمح ورا هنا غير ترسم متشال ولا تاخد رمحك ولا تفك ولا تلحق تعمل حاجه ستجد نفسك وصلت الهاويه على طول ولا كلب في الهاويه هتقول يا ريتني كنت كلب ايوه يا ريتك كنت كلب ما تنفعش تكون كلب لماذا؟ لأنك عيرت صفوف الله العلي ده الكلب الأول رمز الخاطي الفاجر التلات كلاب التانيين جمال جدا زي العسل لدرجة واحد منهم مين؟ داوود <applause> واحد منهم داوود داود كان معاصر لجليات نقرا ان شاول الملك راخر شاول الملك راخر اللي هو ملك اسرائيل فحينما علم شاول ان ربنا رفضه فقرر انه هو يكسر اوامر الله ده انت اسرائيلي ايوه اسرائيلي طب مش ده غباء برضه يا سعاده الملك في اسرائيلي قبلك قدر يكسر اوامر ربنا ما درستش تاريخ. طيب في اي شعب واي فرد من اي شعب قدر يكسر امر ربنا؟ ما تخوتنيش. انا اسرائيلي. ايوه انت اسرائيلي طب الاسرائيلي ده في اسرائيلي في الوجود قدر يكسر خطه الله؟ ما تدوشنيش مش عايز اتناقش. انا دلوقتي جوايا حاجه مش قادر ابطلها. جوايا حاجه انا لازم اكسر خطه الله انه يشيلي من المملكه. وخصوصا ما عرفت مين اللي جاي بعدي. انا ساقتله ساقتله وهو راجل يعني ما عندوش قوه جباره خليني ما اقتلوش ايه 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 امكانيات هذا الواد يعني عشان ولدي مصاحبه ارمي ولدي بعيد مش مشكله ما اقولوش ولا حاجه خليني اهجم على داوود واحد يهجم 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 عليه وفي الاخر قتله مستحيل اوعى تحاول تقف ضد اراده الله إرادة الله لا يستطيع أحد أن يقف ضدها إطلاقا أنا أقف ما أقفش ليه أنا ملك وأقتل من أريد وأحيي من أريد لا أريد حياة لداود وقعد بكل الوسائل يجري وراه منهم هذه القصة حتة من ال من الـ قصة الجري جري شاول ورا داود منهم واحدة هنا شاول كانسان حس انه عايز يعمل زي الناس يسموها ايه؟ زي الناس اللي يسموها ريست روم هنا في امريكا. الريست روم بتاعه عشان كان بيطلع في الحرب يعني. الريست روم هو الخلا. شاول ما فيش مكان يروحه. فلقى كهف فدخل الكهف شويه مستور عن الشجر يعني. دخل الكهف. أتاري الكهف ده موجود فيه داوود ورجالته. الكهف ده فيه وقتها كان 400 بس بعد مره كان 400 مره كان 600 مش فاكر دي كانت 400 600 نقول 400 كان رويت واحد جوه الكهف وداود شافوا شاول دخل جوه طبعا دخل جوه عشان ما يشوفوش الناس اللي بره يعني فقالوا له اوتوا اقتوا جابوا له ايه مش موجوده في الكتاب قالوا هو ده اليوم اللي ربنا قال لك عليك فكر ما قاليش ربنا ما قاليش كده امتى قال كده؟ وبعدين تجرأ وقطع طرف جبه تشاور حتى دي قلبه ضربوا عليها، نشكر ربنا قلب داود قلب حساس. بعد ما قطع طرف الجبه ولا تدان ولا التاني حاسس بحاجه خالص. طبعا هو رمى الجبه بره ودخل الحته في الكهف كده طلع من الحته دي خد الجبه وطلع لقى دود طلع برا على طول. سيدي سيدي أبوي يعني مين ب... ليه بتسمع كلام الناس انا ضدك؟ انا كنت انا كنت ممكن اقتلك وقالوا لي اقتلك قيل لي انا اقتلك لكن انا ما رضيتش اقتلك شوف انا قطعت طرف جوبتك من قطع طرف جبتك وعدم قتلي اياك ما فيش شر فيا خالص واداله والدلو... اداله في الصميم يعني الشر يخرج من الاشرار انا ما يطلعش مني شر انا امري الى الله ربنا ينصفني منك بكى شاول بعدين قال له وراء من خرج ملك اسرائيل، انت ملك اسرائيل. ملك اسرائيل يعني ايه ملك اسرائيل؟ ملك اسرائيل يعني تحارب اعداء اسرائيل. تحارب الاعداء بتوع اسرائيل، انا مين من الاعداء دول؟ انت طالع بتحارب مين؟ بتحارب كلب ميت؟ انا ايه؟ ايه العداء اللي بيني وبينك وبيني وبين اسرائيل عشان انت تسيب, تسيب رسالتك العظمه وتدور على برغوت انا ايه انا ما تسيب ربنا ينفذ مشيئته اللي ربنا عايزه هيعمله بتجري ورايا ليه وراء كلب ميت وراء برغوث واحد بتخيل شاول احنا بدل ما هنعمل المقابله مع داوود هنشوف ضربات قلب شاول ونبضاته وانا اسمع الاجابه اللي احنا عايزينها يقول في قلبه انت كلب ميت ده انت خزيتني النهارده خزيتني وكسرت حتى الشر اللي عندي بس كسر مدة ساعات يعني مش مدة شهور ولا سنين ده انت خزيتني كسرت الشر اللي عندي ده انت هتملك على إسرائيل قال له أنا عارف أنك هتملك على إسرائيل إيه الأخلاق دي واحد يشوف عدوه ويقتله يسيبه تسيب عدوك ليه؟ طبعا هو بيقول شو ده ده أنا نفسي كنت الاقيك انا اللي دي كنت فرمتك مش مش قتلتك كنت قطعتك عشان ما تحياش تاني يعني خالص انت تسيبني خالص امشي كده وتيجي تسجد لي, وتقول لي انا ابنك وانت ابويا ده انت ملك اسرائيل المستقبل يا داوود انت كلب كلب ايه؟ اسمع أنا عايز منك حاجة دلوقتي أقبر عايز تحلف لي لما تبقى ملك ما تبيدش نسلي هحلف لك شفتوا إزاي؟ داود انتقل من كلب ميت إلى ملك إسرائيل <applause> بهذه الأخلاق المسيحية بهذه التقوى الإلهية وشاول موجود ملك وشاول اللي طلب منه كده احلف لي إنك لا تبيد نسلي من بعدي انت ملك اسرائيل ايه العظمه اللي انت فيها دي يا داود اليس هذا ما قاله الرب ان من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يتضع جليات عظيم في عيني نفسه رهيب زلطايا موتته زلطايا موتته داود يقول له انا برغوت أنا كلب ميت. أنت ملك إسرائيل يا داوود. أنت ملك إسرائيل. ماذا تشعر في نفسك في أعماقك؟ إحساسك بالعظمة شكله إيه؟ إحساسك بالكيان السيادي شكله إيه؟ إحساسك بالاتضاع الحقيقي شكله إيه؟ إحساسك أمام إخواتك شكله إيه؟ يا مناس ناس يتعالوا على اخواتهم المؤمنين وينظروا لهم ان هم لا شيء تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه ده مين ده؟ ده دا داود الكلب الميت طب وبعدين بعدين في ما في بوشس كان داود ملك وبعدين سمع أن كل بيت شاول ماتوا في الحرب ويونسان مات في الحرب فجاه ربنا ذكره قال له طب ما تدور جايز حد من الاحفاد موجود دور لقى عبد من اللي كانوا عبيد لشاول وبيته كان لبيت شاول عبد اسمه صيبه هم قال دوروا لي جابوا له صيبه ده اسمع صيبه نعم ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله فصيب فكر قال الحقيقة في واد واحد بس مين الواد ده؟ ابن يوناثان طبعا جت على هوا داود دي ابن الحبيب ابن يوناثان أعرج الرجلين أعرج الرجلين لأن كانت مرضى المربية بتاعته وخرته أثناء الحرب بتاعت شاول فوجع منها بقى أعرج قعر الرجلين. فين ده قال عند بيت مكير ابن عم إيل في لودبار بعته قال هاتوه هات طبعا جه داود شاور بهدل داود في ايه توقع ما في بوشس متحير جدا طبعا كان عارف هو يحب داود خالص لكن جده بهدل داود داود عايز مني الوقت عايز مني ايه عايز مني ايه فرايح يجاب له وهو خايف مرتعد عشان كده اول ما جاب له قال له ما تخافش. جاء ما في بوشس ابن يوناثان ابن شاوي يا داوود وخر على وجهه حتى بيقول لك ما في بوشس ابن يوثان ابن شاوي يعني ذكريات جده بدماغه ذكريات ابوه بدماغه والاثنين ماتوا في الحرب. خر على وجهه وسجد راجل من رعبه مش عارف يعني داوود لو قتله معاه حاجة لانه بالنسبه لشاول لو اكرم برضه معاه حاجة بالنسبه ليوناثان. فجه ما في بوشس داوود وسجد خر على وجهه وسجد فقال داود يا ما في بوشس فقال ها أنا ذا عبدك فقال له داود أول كلمة لا تخاف ما تخافش بعد عنه خايف تخافش تخافش فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك آه هنا بقى العلاقة مع يوناثان العلاقة مع يوناثان دي حلوة قوي أنا عارف زي ما أنت كنت عاملينها مع بعض وأرد لك كل حقول شاول أبيك إيه حقول شاول أبوه ده؟ مش بس كده وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما فصار يملك كل هذه الحقول ودائما في حضرة الملك فسجد وسأله هذا السؤال من هو عبدك؟ مين أنا؟ حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي بتقول كده ليه ما في يا أخي أنا أعرج حد ما لا أعرف أخدمه بحاجة ولا أعرف أقدم له أي عمل أنا كلب إيه قيمتي إيه أنا في المجتمع ما أعرفش أتحرك ولا أعمل أي حاجة سيدي أنا جدي ياما بهدل الرجل ده جدي ياما بهدله عشر سنين يجري وراه عشان يقتله نقول له ده راك في كلام يقولون في بوشس يقول رد على بوشس قولوا له ان عهد الرب بيني وبين ابوك يخصك انت في عهد عليه اسم الله يخصك انت وعهد الرب بيني وبين جدك يخصك انت لأن جدك حلفني باسم الرب أني لا أبيد نسله بل أكرم نسله أنا عايز أكرمك لأجل عهد الله بيني وبين جدك وبالأحرى جدا عهد الله بيني وبين أبوك ده أنت ابن يوناثان وحفيد شاول أنت كلب لا يا أخوي خالص خالص أنت مكرم مكرم اخر حاجه نيجي للست بقى واذا امراه كان عنية خارجه من تلك التخوم صرخت اليه ارحمني يا سيدي قال اروح له اقول له انا متاكد ان رحمته واسعه وتقبلني مع ان انا ما استاهلش ارحمني يا سيدي يا ابن داود ابنتي مجنونه جدا كمان اللي تعيفه خالص بته بته ما علاج ابدا مجنونه جدا مجنونه جدا وبته إيه لازم تشوف لها حل في الحكايه دي وفجاه جاب يسوع قال ايه لم ارسل طبعا الكلام ليها الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله لسه ما جاش الكلام لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله ما هي انا فاهم الحكايه دي ما كده انا ما جيتلكش بس انت انا جيتك هنا اهو يا سيده اعني ان يا رب ان يا رب طالبه الرحمه طالبه الشفقه يا سيد اعني فاتت وسجدت له قائله يا سيد اعني فراح ضربها بقى سهم في ايه؟ في بيت الكلاوي يعني حاجه قاتله كده فاجاب وقال مش كويس ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب لاجل تقوى هذه المراه ولاجل ايمان هذه المراه الروح القدس قال للمراه رد على المسيح وقولي له بدون اي تفكير ولا اي يعني ما اتحمجتش احنا كلاب وخالص خالص من انت اللي خلقتنا مش ربنا اللي خلقنا ولا اي مناقضه في موضوع قالت له والكلاب ايضا يعني احنا ايوه انا كلب انا كلب انا كلب نعم يا سيد معك حق معك حق ليس حسن ان يؤخذ خبز البني على الكلاب نعم يا سيد والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائده اربابي قال لا شوفي بقى انا لم ارى ايمان في اسرائيل زيك يا امراه عظيم ايمانك ثلاث امتحانات ورا بعض وكل نفسي تكفي سؤال ادخل في نفسيتك فيه واجرحك فيه السؤال الثالث ده كان خطير جدا في الجرح وتقولي انا موافقه انا موافقه بس انا مؤمنه ان ليا فتات منك فتات فتات هنا يعني انا عايزه فتات 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 بيصعب عليا البنين انا صدقوني بيصعب عليا البنين اللي قاعدين على المائده مع الرب وبياكلوا وبياكلوا ولا شبعانين ولا شاكرين مع انه واخد العز كله واخد الكرامه ونائد الخلاص ونال الحريه ونال المجد الابدي ونال كل حاجه ما تديني تاني ما تديني تاني ما تديني تاني وذي تقول له انا عايزه فتات فتات ارضى علي يا رب ارضى علي خلصني يا رب اقبلني يا رب والرب قبلها وخلصها وشاهد لايمانها يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعه ملخص خدمتنا النهارده يا احبائي ملخص الخدمه بتاعت انظروا الكلاب تعلم ان لا ترى نفسك متعظما تعلم ان تكن خادما ولست مخدوما تعلم أن تتضع تحت يد الله القوية ليرفعك في حينه تعلم أنك غير مستحق أي نعمة من نعم إلهنا لكن الله في نعمته وفي رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لخلاص حي لمجد أبدي لميراث لا يفنى ولا تذنس ولا تمحل تواضع تحت يد الله قل له سيدي اشكرك انك خلصتني وانا لست شيئا رحمتني وانا لست شيئا انا تراب والى تراب اعود لكنك اكرمتني في حياتي انك عرفتني على شخصك لاثمر واجمع ثمر للحياه الابديه يا رب متعني اكثر بالشركه معك اديني في كل يوم نعمه جديده وتشبه جديد وتمثل جديد بشخصك المبارك والرب يباركك ويباركني معك والالهنا كل المجد الابد امين